من ساعات قليلة قوي، وتحديدا فجر النهاردة شهدت محافظة الأقصر احتفالية معابد الكرنك بتعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بالكرنك. طبعا الاحتفال بالظاهرة الفلكية الفريدة بيحرص الألاف أنه يتابعها ويشاهدها. فالمحافظة قررت فتح المعابد مجانا لحضور الحدث الفلكي الأهم في الأقصر. الظاهرة دي بتحظى باهتمام خاص من السائحين، وبتكون أيضا وسيلة جذب مهمة في الأقصر. عايزة أقف عند الحدث ده شوية، لأنه الحدث ده بيعتبر واحد من أهم الأحداث الفلكية في مصر والعالم كله. الحدث ده بيتم خلاله تعامد قرص الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعبد آمون رع بالكرنك، وده إعلانا بالانتقال الشتوي رسميا. معبد آمون رع بيعتبر واحد من أكبر معابد الكرنك، أقاموا المهندسون المصريون القدماء بمشهد بديع وسحر خاص على محور شمسي بيتوافق دايما مع الانتقال الشتوي. ده بيعتبر طبعا إبداع فلكي هندسي معماري تاريخي في أرض الأقصر. الحقيقة محافظة الأقصر اليومين دول والفترة دي بتشهد أحداث حلوة قوي. امبارح مثلا انطلقت 30 رحلة بالون طائر، وكان على متنها 600 سائح وسائحة من جنسيات مختلفة. المشهد كان جميل وبديع، لأن سماء مدينة الأقصر تزينت بيهم. طبعا هم بيشاهدوا الآثار والمعابد المنتشرة في البرين الغربي والشرقي، وبيستمتعوا بوقت جميل جدا مشاهدة الآثار بقى ومعابد المدينة المنتشرة. ده طبعا وسط مناظر طبيعية. المناظر الطبيعية هناك بتتاخم الجبال وأيضا نهر النيل الخالد، طبيعة خلابة مفيش كلام بتتمتع بيها مدينة الأقصر. السياح عملوا إيه؟ التقطوا الصور التذكارية من أقصى ارتفاع وصلوا ليه. حقيقة الموضوع ده بيدينا كده وبيدي الجميع انطباع حلو قوي عن بلدنا. رحلات البالون الطائر دي بتعتبر من أهم البرامج السياحية اللي بيقبل عليها السياح المتوافدين لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية في عاصمة السياحة العالمية. أيضا بتعتبر رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة اللي بيقدم عليها السياح الأجانب في الأقصر. محافظة الأقصر بتتعاون مع كل الجهات المعنية، بتهتم بجميع الوسائل اللي بتحافظ على أمن وسلامة المشاركين في رحلات البالون الطائر. أيضا الالتزام الكامل بالقواعد اللي حددتها الجهات الأمنية وسلطات الطيران المدني بالهبوط بالبالون في المطار المحدد ليهم في غرب المدينة.